لكن عاوز أقول في البداية إنه في رجاء. المسيح هو رجاء الأمم. الشيء اللي أعجبني في هذا الموضوع شجاعة المؤمنين. إذا بتفوت على الفيسبوك أو بتفوت على السايت بتشوف إنه عم بيثبتوا، عم بيصنوا في الكنائس، أو بتلاقيهم بالشوارع عم بيتظاهروا وعم بيسبحوا وعم بيرنموا وعم بيركعوا أمام الإله الخالق، بيصلوا حتى الرب يتدخل. هذه الشجاعة بصراحة أعجبتني جدا. فعاوز أقول لإخوتي وأخواتي الأحباء في شمال أفريقيا وفي التحديد أيضا في الجزائر اللي كانت مثال للنهضة المسيحية والنمو المسيحي في السنوات الأخيرة، عاوز أقول إنه لا اضطهاد ولا أي قوة في الدنيا ممكن تسكت صوت الإيمان، صوت المحبة، وصوت المسيح الموجود في داخلكم. أنتوا في فكرنا، أنتوا في محبتنا، أنتوا في صلواتنا. الرب يحميكم ويبارككم.